هو أبي، أبي اللي خلاني أطمع بمال عمي، ما في حدا غيره. ولا جاي دافع لي عنه؟ ولك من طول عمره كان يقول لي، من طول عمره، شو بده عمك بكل هالمصاري؟ يعطينا شوي منها، عايش لحاله بالبيت، مفكر الكفن له جيوب. عمك من طول عمره بخيل وإيده هيك. هو اللي خلاني أكرهه، هو اللي خلاني أتمنى يموت بكل لحظة وبكل ثانية وبكل دقيقة، وهلأ يضربني إلي، إلي من شانه. يمكن صحي ضميره. عم تمزح؟ أبي فعلا صحي ضميره من وقت قريب. يا رجل، يا رجل صار يخاف عليه أكثر ما يخاف على حاله. بس بعد شو؟ بعد ما صرت أحلم أني عم بقتل عمي بإيدي، بعد ما صرت أحلم أني راكب روز رايز، بعد ما صرت أحلم أنه عندي يخت أبيض بنص البحر، بعد ما صرت أحلم أني راكب هليكوبتر. هلا عن جد أنت حلمان حالك شاري هليكوبتر؟ ليش؟ قديش فكرك حق الهليكوبتر؟ لا بسام، أنت هيك عم تشطح كتير. لا ما عم بشطح. أنت بتعرف قديش عنده أملاك وأموال؟ بس أنت واحد من عيلتين كبار، عيلتكن وعيلة عمك أبو يزن، فقديش رح يطلع لها؟ صدقني كتير كتير. بسام، شو رأيك تدق لعمك وتطمن عليه؟ فكرك يعني تطمن عليه إذا مات ولا لا؟ إذا ما مات تعتذر منه وطيب خاطره. ها؟ بالله شو؟ كبر لي عقلك بسام ولا تكون ولد. أنت اللي بحاجة لعمك، مو هو بحاجة إلك. بعدين فرض إنه طلعت براسه وحرمكم من الورثة، شو بتعمل؟ ما بيقدر بنوب. الشرع والدين. أينو شرع وأينو دين؟ فرض إنه تبرع بكل مصاري للجمعيات الخيرية. بدكم تستنوا الجمعيات الخيرية لتموت لترتوا منها؟ هلا أنت مو على أساس تطلب بده وما تزعله شو ما صار؟ مو هيك أنتم متفقين؟ إيه بس هو زودها كتير وأنا ما قدرت أتحمله. كان لازم تتحمله يا فهمان، حتى لو حط الصرماية بتمك. نوار؟ لا تضوج وفكر منيح، فكر بشوية رواق. أنت غلطت مع عمك غلط كبير، اعترف لشوف. أخي صح، صح مثل ما عم تحكي، انبسطت هيك. بس أنت كمان الحق عليك. وليش بقى؟ شلون ليش بقى؟ لو لا أنت ما عطيتني السكر الزفت اللي ضربني على راسي ما كنت عصبت عليه. حبيبي السكر بيخليك تهدي اللعب، مو تشعله. مسك هالتليفون وعمل اللي قلت لك عليه. أني تليفون هاد؟ هذا إذا كان عنده لسان يحكي، إذا كان لساته عايش. بيجوز يكون قط بسبع رواه. الله لا يسمع منك. بس انت لاحظتي قديش في فرق بين باسمة وبين اخوها المغضوب بسام؟ اي سيدي، الله خلق اخين ما خلق طبعين. بس باسمة بتحبني من قلبها. تسلم لي عينها، هالبنت شو طيوبة. بس كمان ابوها بيحبك، انا لاحظت هالشي. لا إنا ستي لا تلاحظي هالشي لأنه مو صحيح. مين هاد كمان؟ احكي انتي، ما تحكي مع حدا. ها الو. نعم. لك إلك عين تتصل وتسأل عنه؟ بسام؟ لا تعبان ونايم. هاتي هاتي هاتي. ولا ولك انت بتقتل القتيل وبتمشي بجنازته يا ابن اخي. انا اسف عمي، آسف. آسف يا مربى يا متعلم. صدقني يا عمي، أنا فعلا بعد ما طلعت من عندك حسيت بالندم. أنت تندم؟ أنت ما فيك أصل. الله يخليك يا عمي، معلش بس يعني أنت اللي وترتني. اوعى شوف وشك مرة تانية، لأنه مو بدي وترك، بدي أمسح الأرض فيك. إيه ماشي خلص، بتمون عمي، أنت بتمون، حقك على راسي. بدك يعني أحفر قبري بإيدي ما هيك؟ قلتلك. ولك لا تقلي ولا بقلك، انت من اليوم رايح لا ابن اخي ولا بعرفك، لا انت ولا اهلك ولا حدا من بناتكم، بس باسمة تسوى راسكم كلياتكم. وهذا الكلام قلت له يا لابوك. يعني ما رح تسامحني؟ سامحك ضريب يا عمو. انت كتير عم تهيني هيك. ها ولك انا شو ما عملت فيك قليل، لانك واطي. ولك واحد مثلك اللي واطي انا بورجيك. إذا ما بقتله ما بيكون اسمي بسام. لك أنا ما شفت أغبى منك بحياتي كلها. نوار الله يخليك، ما تزيد على قلبي بنوب. ها لك نحن على شو اتفقنا؟ أخي ما اتفقنا على شيء، وهذا الرجال أيامه صارت معدودة. سيك أنا ماشي. لوين ماشي؟
مو عساس ما بدك ترجع على البيت؟ ايه مزبوط، معناتها خلينا نطلع شوي نتفتل بالسيارة. ايه عودوا 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 وروي، هلا بنخلط لنا تنتين دقمة منعدل المزاج.